مقابل الأربع أسئلة اللي وجهناهم من أول لحظة. قناة العربية وجهت 5 أسئلة على غرار الأربع أسئلة اللي وجهناهم. أسئلة لابد أن تطرح، لأن في الإجابات ربما الحل للغز. من الذي استدرج خاشقجي من واشنطن إلى إسطنبول؟ وهل تم تتبع كل رسائل واتصالات خاشقجي قبل وبعد السفر لتركيا إلى يوم اختفائه؟ من آخر من كان مع خاشقجي؟ فيعني قالت لك من اللي استدرج خاشقجي من الأمريكا لحد ما جابوا ودخلوا السفارة القطرية؟ قصدك دخلوا السفارة السعودية. مين؟ مين اللي استدرج خاشقجي عشان يضحك عليه يخش السفارة السعودية وبعدين يختفي؟ مين الخلبوز ده؟ السؤال الثاني، من آخر من كان مع خاشقجي قبل ذهابه قاصدا للقنصلية السعودية؟ خديجة اللي كانت آخر حاجة مع خاشقجي قبل ما تغادر السفارة، تقريبا مخبيها في شنطتها وتعمل لنا مفاجأة رغم من عيد ميلاده امبارح. مفاجأة خلصت. السؤال الثالث، من كان مع خاشقجي ليلة اختفائه؟ كل ده احنا قاعدين نحوم، احنا بنتكلم خاشقجي اختفى في السفارة، كان سهران مع اي حد اللي سهروا معاه دول نتيجة السهرة، وهو جوه السفارة كان تأثير السهرة مخطفين. انا عايز افهم يعني ايه العبقرية، ايه الغباء ده؟ ما انا بقولك من كتر ما الموضوع مدمر مفيش اي قدرة على حتى سؤال يعني كده يزعزع اليقين يخلي الناس تعيد تفكير. انا بتكلم عن الناس مش علينا، احنا من الاعداء اللي وضعنا الخط، احنا اللي عاملين القصة دي كلها زي ما بيقول الاعلام السعودي. حياة المنهار تمام. من اول من وجه الاتهام لقنصلية السعودية؟ الامن التركي، تركيا. حياة اللي بالصدفة القنصلية تقع على ارضه، واللي بالصدفة خطيبته كلمته، واللي بالصدفة ان هو اللي شايل الحكاية دي كلها، للأسف تركيا. من الذي انتظر 4 ساعات ليبلغ عن اختفاء خاشقجي؟ كل دول انا اعتبر البنت دي اشطر من جاب اهلها. العيلة دي كانت فيها نسبة غباء عالي جدا يا جماعة. البنت دي كانت نابهة، كانت منورة وسط اخواتها كده، وخلوها اللحظة دي تاريخية بتاعت ال5 اسئلة دي، هتفضل عار. بص حضرتك، كل انسان في الدنيا، كل انسان في الدنيا ليه اللي بيحبه وليه اللي بيكرهه، فدول هياخدوا ال5 اسئلة دي تفضل عار لحد القبر. يعني لما تخانق مع ابنها وما تودوش الرحله اقول لها انا مش هقول لك حاجه، انا هسيبك انت تتفرجي على نفسك، يوم مشغل لها ال5 اسئله تتنرفز وتولع وتشد في شعرها. من اخرج ملصقات بصور خاشقجي فور اختفائه؟ يا صدمة يا جماعه، البنت دي لبستنا في الحيطه، مفيش اجابات خالص، احنا لازم نعمل مؤتمر عشان نعرف نجاوب على الاسئله دي ازاي. دي اسئله كلها مين اللي الصق المخ، مين المكتبه، مين اللي طبعت البتاع، وايه السيريال نمبر بتاع مكنه التصوير اللي صورت البتاع، وليه الورق كان 40 جرام مش 80 جرام، ومين اللي حط الحواجز على الباب، ومين اللي كان الجبنه، من يا اولاد، يا ناس بقول لك انت هتبقي ايقونه، انت مكانك مش هنا. مكانك فوق مع الايقونات. واخيرا، هل يسمح للطرف السعودي باجراء لقاء مع الخطيبه المفترضه؟ مش لما الطرف السعودي يشربنا شاي، نخش كده نشرب شاي، ياخدنا الفيلا